طلبة بقى ماشي في ايه يا ربي بقى، في كلية طب بشري جامعة مصر بالظبط، عملوا يوم اتصوروا لبسوا تيشيرتات وكل حاجة، لكن كل واحد من بيته، وجمعوا صور وعملوا كوميكس على نفسهم، قعدوا يتريقوا على هو عملوا يا جماعة. بص باختصار الموضوع جميل جدا، هم مش هيقفوا، هم من حقهم برضه يفرحوا، خلي بالك يعني طبعاً. هو يوم التخرج بالنسبة لهم مستنيينه، قال لك في كورونا ما فيش كورونا، هنفرح هنفرح حتى لو احنا في البيت، هنعمل فكرة مختلفة الفوتو داي بالنسبة لنا، كل واحد هيتصور من بيته بشكل مختلف. على فكرة صور في منتهى الجمال معانا إن شاء الله هنشوفها. أنا مش هحرق الفكرة لأن هيكون دلوقتي معانا يعني الطلاب إن شاء الله أو الدكاترة اللي معانا، هيكون معانا كريم العدلي وهو طبعا من دفعة كلية طب بشري، وكمان هيكون برضو معانا العنصر النسائي برضو دينا عبد الرحمن، والاتنين معانا على الهوا دلوقتي. ألو ألو. يا مساء الفل عليكم يا دكاترة. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ انتوا كويسين الحمد لله؟ بخير الحمد لله. كلمونا كده عن الفكرة الفوتو داي، يعني فكرة جميلة طبعا وكل حاجة، لكن جات لكم ليه وازاي؟ هي الفكرة اللي احنا اول ما الكورونا بدأت قلناها بهزار كده، اللي هو احنا يا جماعة كل واحد هيبقى قاعد في بيته وهنتصور ونجمع الصور فوتوشوب ونبقى ننزلها، لان كده شكلها ما فيهاش فوتو داي. تمام. فبعديها بشهرين كده ولا شهر بينا زميلتي بتقول طب ما يلا بجد، ما يلا نتصور بأهلا بجد ونعمل حاجة نفتكر بيها الأيام اللي احنا فيها دي. انتوا عاملين كوميكس على نفسكو، يعني مش بس عملتوا فوتو داي من البيت او فكرة مبتكرة، لكن انتوا كمان ركبتوا صور من مشاهد مسلسلات وافلام تريقة على ان انتوا دفعة الكورونا، صح؟ ما احنا حبينا نكون حاجة فاني، حاجة ريماركبل. ما احنا قلنا ان احنا ممكن بدل نبص عليها فترة ان هي فترة حزينة علينا، لا قلنا ان احنا نبص عليها فترة نضحك عليها ونبقى مبسوطين ونبقى فعلا دفعة اتخرجت بشكل متميز عن باقي الدفعات اصلا التانية اللي اتخرجت في اي سنة اصلا. يعني انتم مميزين برضو يا دينا، انتم مش اي دفعة. ايوه دفعه الكورونا احنا جامدين قوي. لسه مكملين ان شاء الله وصامدين باذن الله ان شاء الله. يعني ما اعتقدش ان في حد هينسى دفعه الكورونا اللي اتصوروا من البيت وعملوا فوتو داي وما حرموش نفسهم من حاجه. خلاص احنا دي اتحفرت في التاريخ، دفعه الكورونا، اتغلبنا على حاجات كتير عشان نتخرج، ويا رب نتخرج. طيب.